السيدات والسادة، مساء الخير. في العصر الذهبي للثقافة المصرية كانت هناك دائما قامات شامخة جمعت بين العطاء الفكري وبين العمل العام، شخصيات غنية دخلت التاريخ من بوابة الفكر والعلم والكتابة، شخصيات تركت بصماتها القوية في حياة المصريين وأيضا في العمل الوطني بمختلف أشكاله. مكرم عبيد كان كاتبا وخطيبا مفوها ووزيرا ورمزا كبيرا من رموز العمل العام. الدكتور طه حسين كان عميد الأدب العربي وكان معلما ومفكرا ووزيرا ومصلحا كبيرا للتعليم. عباس محمود العقاد كان كاتبا موسوعيا وشاعرا ومترجما ونائبا قويا تحت قبة البرلمان. الدكتور ثروت عكاشة كان أستاذا للعلوم العسكرية بكلية أركان الحرب ومترجما ومفكرا موسوعيا ووزيرا للثقافة ومؤسسا لأكبر صرح أكاديمي للفنون بمصر وبالعالم العربي. يحيى حقي كان محاميا ووكيلا للنيابة ودبلوماسيا ومؤسسا للرواية الاجتماعية ورائدا للقصة القصيرة وأستاذا للنقد الأدبي. هذه عينة قليلة من نهر خالد متدفق بالفكر وبالعطاء في مجالات عديدة ومتنوعة. مفكرون كبار قدمتهم مصر وما تزال للثقافة والحضارة الإنسانية. حديثنا اليوم مع مثقف مصري ينتمي لسلالة هذا العنقود الحامل للثقافة والفكر الممتد عبر الأجيال. حديثنا اليوم من مصر مع شاهد على عصر حافل جمع فيه بين الدبلوماسية والثقافة والعمل العام. أهلا بكم.